السلام عليكم، هل تزوجت لأتحول لخادمة في البيت؟ قصص متكررة تسببت بحوادث طلاق أو خلاف كبير بين الزوجين لأسباب قد تبدو لنا بديهية وبسيطة، لكنها بالفعل تحولت في هذه الأيام لمعضلة بين الزوجين. مثل الزوجة لم تطبخ ولا تريد الطبخ من الأصل، أو المرأة اليوم بعد أن سمعت عدة فتاوى بأن تنظيف البيت والملابس وغسل الصحون والطبخ ليس واجبا عليها، تركت كل مسؤولياتها وانتظرت قدوم زوجها من العمل كي تخبره بأنها ليست مجبرة على تنظيف البيت والعناية به اعتبارا من هذه اللحظة، وأنها اكتشفت متأخرة أنه ليس من واجباتها وشعرت بأنه كان مضحوكا عليها، ليتحول البيت لساحة حرب بعدها. فهل حقا ليس من واجبات المرأة العمل والعناية في بيت زوجها؟ من العرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلية، والمتعارف عليه بين المسلمين أن الزوجة تخدم زوجها في البيت من طبخ وغسيل وملابس وتنظيف البيت ونحو ضمن طاقتها، وهذا العرف ليس من زماننا الحالي وإنما منذ أزمنة سحيقة، وقد كان العرف كذلك في عهد نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، على ألا تكلف الزوجة فوق طاقتها أو أن يجعل عليها من الأعمال ما فيه مشقة وصعوبة ويسبب بالتدهور الصحي لها، وإنما حسب القدرة والعادة والخدمة بالمعروف. فكما أن الرجل مطالب بالعمل خارج البيت والكسب الحلال ليكفي أهله كل شيء ويصارع الدنيا من أجل أن يؤمن لهم حياة هانئة، فكذلك مطلوب من المرأة أن تكون السند والمعين داخل البيت. فرعاية المرأة لبيتها وحفاظها لأبنائها وإعانة زوجها هذا من الإحسان التي تقابل المعروف بمعروف. إذا لم تقوم المرأة بأعمال البيت فمن سيقوم بها؟ الزوج مشغول ومتعب خارج البيت ليكسب المال وكل هدفه تأمين حاجات أهله. قد تقول مستمعة لحديثي الآن فليأتي لي بخادمة، إن قول هذه الكلمة سهل وبل وتمنيها أسهل، لكن كل واحدة منا تعرف ظروف زوجها والأغلبية لا يستطيعون دفع أجرة لخادمة، فإن كانت هناك قدرة مالية فما الضير في ذلك، لكن نحن نتحدث عن الحالة العامة والفطرية للمرأة. تخيلي أن عمل المرأة في خدمة بيتها وزوجها وأولادها إذا احتسبته لله تعالى تؤجر عليه، فلو كنست البيت ازداد رصيد حسناتها، ولو طبخت كذلك وأطعمت أطفالها فوالله إن متعتهم كون الطعام من يدي أمهم لا تضاهيها متعة، فيكون الطفل مسرورا لأن أمه الحنونة قد أطعمته، ولو أنها لاعبت أطفالها فلها ثواب عظيم. وسأذكر هنا قصة صغيرة حصلت مع ابني الصغير، كان يلعب كرة قدم وحاول أن يدخل الكرة على المرمى لكنه تعثر وسقط فنهض بسرعة، لكن يبدو أن الأمر كان صعبا عليه فصرخ بصوت فيه مناشدة واستغاثة وهو يقول ماما ماما، ظنا أن أمه تحل كل مشكلة تقع بها. بالمقابل ألم تعتني هذه الأم بطعامه وبشرابه ونظافته وتعليمه حبا وكرامة له ومن قبله كرامة لزوجها الذي تجمعها به ميثاق غليظ؟ إذا تخلت المرأة عن دورها وتخلى الرجل أيضا عن دوره وتحول الأمر إلى شعار اللهم نفسي والاهتمام فقط بما ينجز كل واحد منهم خارج بيتهم، هنا سيطير الدفء من البيت والأمان، بل وسيخرج جيل متفكك لا يهم إلا نفسه. ستقولون لي فقط لأن المرأة لم تكنس وتطبخ كانت سببا في تفكك الأسرة؟ سأجيب من نظرتي كامرأة وأقول نعم وألف نعم. إن لم يكن هناك حاجة للمرأة بعدم القدرة على العناية بالبيت بالحد الأدنى فهذا سيؤثر قولا واحدا على حياة العائلة الاجتماعية، حتى إن المشاعر ستختلف، الزوج يحب أن يأكل من يدي زوجته لا انتقاصا منها بل حبا فيها، ويحب أن يعود من عمله ويجد البيت نظيف مرتب معطر، وأكاد أجزم أن مجرد سماع هذه العبارات تبعث في النفس الطمأنينة والراحة. لا ننكر تعب المرأة ولا جهدها، ومن ينكره جاحد، ولو فعلت المرأة ما بوسعها ولم تجد مقابلا لهذا التعب فليس العيب إلا بالشخص الذي لم يحسن العشرة لزوجته. المشكلة بهذه الحالة ليست بالمرأة ولا بديننا، إنما بالشخص اللامبالي. لهذا ستبذلين أيتها السيدة جهودا كبيرة كي تغيري من مفاهيمه حول تقدير المرأة والنظر بعين الإحسان لما تقدم في البيت، وحتى وإن لم يقدر هذه الجهود فالعمل لوجه الله تعالى لا يضيع أبدا، والتجارة مع الله لا تبور. قد تمرض المرأة
فهل تبقى بنفس العطاء من الترتيب والتنظيف والطبخ؟ بالطبع لا، بل في هذه الفترة على الزوج أن يقدر آلام وأوجاع زوجته، فيعينها ويمنحها قسطا من الراحة حتى تستعيد قوتها وتعود كما كانت عليه منذ قبل. ولا مشكلة إن كان للزوج مساعدة دورية في البيت، فالزوجة تتأثر جدا حينما ترى زوجها قد أنجز عنها أمرا حتى ولو كان بسيطا. لا عيب في ذلك ولا انتقاص من الرجولة في شيء، ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، قد كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. كذلك الأولاد من الممكن أن يكونوا عونا للأم في البيت، فتعلمهم منذ الصغر على الاعتناء بالنظافة في البيت وبأمورهم الخاصة كترتيب غرفهم ونظافتهم الشخصية، فهذا يخفف من العبء على الأم. ماذا لو كانت المرأة مضطرة للعمل؟ كيف ستوفق بين بيتها والعمل؟ فهذا سيجعل الأمر مرهقا بالنسبة لها. في هذه الحالة فإنها محسنة مرتين، مرة في عملها خارج البيت وإعانة زوجها بالمصروف رغم أن ذلك لا يتوجب عليها، ومرة في عملها داخل البيت. فعلى الزوج خصيصا في هذه الحالة أن يعين الزوجة أكثر مما يمكنها من التوازن في أساسيات البيت حتى لا يولد خلاف فيما بعد، وأن يكون عونا لبعضهما البعض حتى تمر الضائقة المالية التي يعانيان منها، وأن يقابل كل طرف الإحسان بإحسان. إذن هل المرأة هي خادمة في بيت زوجها؟ قبل الإجابة الصريحة على هذا السؤال نحتاج إلى إجابة صريحة أيضا على سؤال هل الرجل خادم في بيته؟ الجواب هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه البخاري حين قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان في مهنة أهله، وكلمة مهنة أهله أي أنه في خدمة أهله، فإذا كان الرجل في خدمة أهله سنة فهل هذا يعيبه أم أنه من كمال حاله؟ كذلك المرأة لا يعيبها أن تكون في خدمة أهلها، فإنها تتقرب إلى الله تعالى بخدمة زوجها وأبنائها. نحن نتقرب إلى الله تعالى بخدمة بعضنا ونكمل بعضنا، فالرجل يعمل خارجا وهي تعمل داخل البيت، لها دورها العظيم والمهم وله دوره العظيم والمهم. فلو امتنعت النساء عن خدمة بيوتهن وأزواجهن وأولادهن لأعرض الرجال عن الزواج منهن أو اشترطوا عليهن الخدمة في عقد النكاح ليزول الإشكال. إذا وجدتم الحلقة مفيدة فأذكركم بمشاركتها والمبادرة بإعجاب والتعليق برأيكم بالموافقة أو التصويب، فهذا يشجعني وكل من يساهم في هذه الحلقة لتقديم المزيد والأفضل. دمتم في رعاية الله.